حسام حبيب يهدد والده على الهواء بسبب شيرين عبد الوهاب ويهاجم نضال الأحمدي، وما علاقة نانسي عجرم؟ بعد الأخذ والرد الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية شيرين عبد الوهاب والتسريب الصوتي المنسوب لوالد زوجها والرد الصادم من شيرين، خرج حسام عن صمته مهاجما من خرب بيته وموجها رسالة قاسية إلى رئيس التحرير موقع الجرس نضال الأحمدي. يغوص ويحط ويخلي مرته معي، أنا ما عندي عيانة. رد حسام حبيب على تسجيل والده المسرب حول مخططه لسرقة شيرين والزواج عليها من خلال فيديو بثه على انستغرام، متحدثا عن أقرب الناس التي تسعى لتخريب علاقته بزوجته. فأزيد فعلا من أقرب الناس لي، وشخص ده مش أول مرة يأذيني. هو أنا أسف إن أقول الشخص ده، مش عايز حد يزعل مني، لأن صعب جدا إن أقول الاسم العادي عليا بعد اللي هو قاله، بعد اللي هو بيعمله وبعد المصر إن هو يعمله. أساس القصة، أطراف القصة اللي زق البنت دي فعليا واللي تسجل له فعليا هما من أقرب الناس لنا. فعشان كده أنا بقى عندي مش هيفرق عندي صلة القرابة إيه، لا هيفرق عندي إنه بني آدم ده بيفتري، بيخرب بيوت، وبيتكلم في أعراض، وجاب سيرة أمي، وأنا أمي دي عندي غالية جدا. يعني أي حاجة اتعلمتها في حياتي دي الناس متعرفوش، حلوة أو كويسة أو محترمة، فهي أمي اتعلمتها. وجه حسام رسالة للإعلامية نضال الأحمدي أن تربيته لا تسمح بالرد عليها، واصفا إياها بهذا الكائن، ومؤكدا أنها ليست إنسانة على حد قوله، وشكك بعملها بطريقة غير لائقة. أولا عمل استقصائي، يا ما فيش وصف. إيه اللي يسمح لك، أي عمل استقصائي اللي يسمح لك أنك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانت معترفة بالسرقة؟ وكانت شيرين قد ردت بدورها على تسجيل والد حسام من خلال تسجيلات صوتية لها، أكدت فيها أنها ليست في خطر، وأن زوجها حماها من الثعابين التي كانت موجودة في حياتها. صنفتني كفاية أن طلع من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني بجد. إلا أن المفاجئ هو دفاع الفنانة المصرية عن والدة زوجها بشكل علني متجاهلة والده، ما يخلق تساؤلات حول سبب عدم دفاعها عن والد زوجها، ويؤكد تسريبات موقع الجرس. رد شيرين بعيد اللحظات يكذب ما ادعاه حماها والد حسام. للأسف ما دافعت عنه، وهذا كان المتوقع لأن احنا عنا معلومات على الأكيد. دفعت عن حسام، كذبت عمة بطريقة غير مباشرة، وهذا يكفي للتأكيد على مصداقيتنا. يعني من أهل البيت شهد شاهدٌ.